سميحه مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي، ازيك؟ نورتينا. مبسوطه جدا ان انا معاك النهارده. وانا الاكثر. سميحه، انا لما عرفت قصتك تحت الهواء اتفاجئت. اول شيء انت اتجوزتي كنت صغيره جدا، كان عندك 15 سنه. 15 سنه. وهو كان عنده كم سنه؟ هو كان عنده تقريبا 32. 32، فرق كبير. طب حصل الجواز ازاي؟ بصي، يعني هي قصه ممكن ما تصدقهاش، تعتبر خياليه. انا كنت في درس، رجعت من الدرس لقيت حد يعتبر قريب امي انا ما اعرفوش لانه طول عمره مسافر بره. فانا شفته تقريبا قروا الفاتحه، ما عرفتش الا من بنت خالتي. يوم ما شافني قريوا الفاتحه، قريوا فاتحتي. فبعد 15 يوم اتجوزت بالسرعه دي. بالسرعه دي، لانه كان وراه سفر وكده. وانت مش فاهمه حاجه من انا حاجة؟ لا، انا ما كنتش فاهمه اي حاجه في اي حاجه. فانا حسيت بقى ان ماما بقى ايه، عماله تقنعني عريس كويس من بره، شايفين ان الماديات اهم في الوقت ده. اصلا هو كان لسه بيبدا حياته بره، ما كانش فيه اصلا ماديات. فهي فاهمه بقى، عايزه تنقلني من حياه لحياه، عايزه تنقلني، عايزه، شايفه ان الماديات هي كل حاجه وكده. فانا اقتنعت براي ماما لان انا لسه صغيره وما كانش في حياتي حد خالص، ما دخلش حياتي او خبراتك بالحياه بسيطه جدا يعني. فانا وافقت مبدئيا، وقلت لماما خلاص يا ماما، لان كان هيحصل مشاكل في البيت. وما كنتيش عم بتفكري بيها انه اكبر مني في السن؟ لا لا لا، كنت انا شفت معاملته في الاول. هي الفتره اللي يعني اتعاملنا فيها مع بعض كانت 15 يوم، منهم اسبوع هو كان سافر يعني خارج البلد اللي احنا فيها علشان يعمل حاجات معينه. شفته اسبوع واحد بس، حسيت ان عقله من عقل بابا، تفكيره من تفكير بابا. حسيتي بيشبه والدك؟ وانا كنت بعشق بابا. والدك كان على قيد الحياه؟ بابا على قيد الحياه لحد دلوقتي. بابا كان بيحبني جدا، انا البنت الوحيده، كان مديني حنان الدنيا. هو شاف بابا بيعاملني ازاي فعاملني زيه. فانا حبيته لحد المرض، بمعنى ان انا اتعلقت بيه جدا. هو بعد ما اتجوزني بشهر سابني حامل في بنتي الكبيره وسافر يعني الامارات. لحد دلوقتي هو مسافر، ما بشوفوش الا شهر او شهرين في السنه بس. بس عندي كم ولد منه؟ عندي ثلاثه، عندي دكتوره هايدي ومهندسه هدير وعبد الرحمن في ثالثه سنه. ربنا يخليك. انا ربيت لوحدي. يعني انت عملت لعبت دور الاب والام طول هالفتره؟ طول الفتره دي. فانا بقول لك، انا لحد فتره معينه كنت بحبه لحد الجنون، لحد المرض. تعبت من فراقنا، كان يعني كل مشكلتي معاه ان هو بعيد عني. خدني معاك، هو تفكيره كمانه اكبر مني بقى، وعلشان فرق السن انت بتتدلعي. انا عايزه جوز، عايزه حبيب، عايزه حد يشاركني حياتي، عايزه حد يربي معايا اولادي. هو مش فاهم الحته دي. كان بعاملني كطفله، ودي من اهم السلبيات اللي في الجوازه. كان بعملني دايما كطفله، كان شايف تفكيري ان انا عيله صغيره، ان انا بنته، ان انا تفكيري غلط، ان انا مش فاهمه الحياه صح. فاتحرمت من حاجات كتير مهمه جدا في الفتره دي علشان هو لسه في دماغه انه انت صغير. لغايه دلوقتي بيشوفك، بيشوف تصرفاتك وحركاتك زي المراهقات او زي الصغيرات كده؟ لحد دلوقتي بيشوف ان انا بتدلع، وان انا صغيره، وان انا ماليش حق ان انا اطلب اكون معاه او هو يعيش معايا. طيب هو بيشوفك كده، انت تشوفيه ازاي؟ انت ولا مره شفتيه كبير؟ ده راجل كبير. يعني انا يمكن لو كنت مع حد من سني كان اختلف الوضع. ما احنا ما عشناش مع بعض يعني. الشهر اللي هو بيجي او الشهرين اللي هو بيجيهم في السنه اعتبريهم تبقى اجازه، للاسف الشديد بتبقى مع اصحاب مش معايا انا برضو. مع اصحاب طول الوقت، مع اصحاب يا اما على الكافيهات، وجاي بقى بلده ونازل بلده واصحابه وحشينه فقاعد معاهم. فانا هنا محرومه من كل حقوق الزوج. طب سميحه، لما بتبصي له بتشوفي ايه؟ او بتفتكري وبتسرحي في خيالك، بتقولي ايه في سرك؟ زوجي وابو ولادي وانا عارفه شكله وعارفه طبعه وعارفه ابو ولادي، مش ابو ولادي بس، زوجي وابويا وابو اولادي. كل يعني هو بالنسبه لي هو كل حاجه. هو حد يعتبر رباني، واخدني طفلة صغيرة هو اللي رباني. لكن التفكير اختلف في الفترة الأخيرة بقى. أنا لما اشتغلت هو وافق على شغل الهدف، إن أنا ما ألحش عليه إن هو ياخدني معاه، ما ألحش عليه إن هو يسيب شغله ويجي يقعد معاه. أول ما قلت أنا هشتغل قال لي مع السلامة. موافق، قال لي مع السلامة اشتغلي. والله. طيب أنت مش معترض؟ كان نفسي بصراحة، كان نفسي يقول لي لا أنا غيران عليك. ما بيغيرش؟ بيغير. كنت لسه هسأل السؤال ده. بيغير بس ما قالهاش. ما قالهاش ليه؟ عشان يفضي دماغه. يعني
يعني ما يحسش ان انا عبء عليه. حسيتيها؟ حسيتي الغيره منه؟ اه بحس الغيره منه. بيغير عليك؟ بيغير عليا طبعا. بيتصل بيكي طول الوقت بتعملي ايه؟ كان الاول. دلوقتي لا. دلوقتي بصي لما انا انشغلت انا كنت انا اللي دايما بتصل بيه، كنت انا اللي دايما عامله له دوشه، كنت انا اللي دايما اقول له انا مش قادره اعيش من غيرك، تعالى انا ليا حق عليك، بناتك ليهم حق عليك، احنا عايزين حد، مش عايزين فلوس. مع العلم ان يعني هو شغال مدرس هناك يا دوب، ما فيش حاجه متوفره، طيب تعالى اشتغل مدرس هنا واللي انت عايش بيه هناك ومعيشنا بيه هنعيش بيه هنا، يعني هي ما فيش تدبير، ما فيش حاجه متوفره. لا هو انا لحد دلوقتي انا بساله هو انت مش عايز. هسالك سؤال صريح دلوقتي، لو جاء وقعد جنبك هتستحمل الحياه بالشكل ده بعد طول سنين؟ لا اتعودت انه بعيد، وبرضه هو اللي اتعود، هو اللي عودني على انه بعيد. يعني تفتكري هيكون في مشاكل؟ هيبقى في مشاكل كتير، وهو بره لحد دلوقتي في مشاكل. عارفه مشاكل ايه؟ ان هو ما فهمنيش، ما حسش او ما حاولش يتقرب مني، كان دايما بيعاملني ان انا البنت الدلوعه الصغيره اللي ماليش حق ان انا احب، كل ما اقول له انا عايزه حاجه احس احساس معين، وانا شبعت من ده، انا شبعت الاحساس، طب انا عايزه اشبع. انا كانثى بقى فين؟ نعم انا كانثى. طب انا عايزه اشبع كمان، طب يلا لما تيجي احنا نروح مكان معين، ما انا شبعت، انا قرفان من المكان ده. هو بقى عايش في باريس العرب، دبي حاجه جميله جدا، فهو شبعان من ده. طب وحتى لو انت سافرتي له ورحتي حاولتي؟ انا رحت تقريبا 3 مرات زياره، كل زياره كل سنه شهرين 2 بس وارجع. بدلعك؟ بفسحك؟ بيقول لك كلام حلو؟ كان ممكن زمان، انا دلوقتي لا.